وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من التأميم منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية السيد وسام توفيق. مرحبا بك سيد وسام. أهلا وسهلا، حياك الله. بداية سيد وسام، قدمتم حملة إغاثية في مخيم ليلان الأول شرق مدينة كركوك بمحافظة التأميم، لو تطلعنا أكثر عن تفاصيل هذه الحملة. نعم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. أخي الكريم، حياكم الله. مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية تقدم حملتها الثالثة لتوزيع المنح المالية على العائلات النازحة في مخيم ليلان الأول الواقع على بعد 25 كيلومتر شرق مدينة كركوك. وشملت هذه الحملة التي تقدمت بها مؤسسة العراق الدولية توزيع المنح المالية على تسميت عائلة كريمة نازحة من مناطق مختلفة من المحافظات التي شهدت نزوح العائلات لمحافظة صلاح الدين والموصل وديالة وكركوك، وكذلك بعض الأقضية التابعة لحزام بغداد. كريم، هذه الحملة هي الحملة الثالثة التي قدمتها مؤسسة العراق في مخيم ليلان الأول، وكانت في أجواء باردة وممطرة، وقد سبقتها حملتان إغاثيتان خلال الأسابيع الماضية. نعم، يعني المشاهد سيد وسام أن هذه ليست الحملة الإغاثية الأولى للنازحين في مخيم ليلان الأول، أليس كذلك؟ لماذا تتكرر الحملات على هذا المخيم بالذات؟ وكيف تجدون أوضاع العائلات النازحة فيه؟ أخي، هذا المخيم ليلان الأول هو أكبر مخيم في قضاء أو ناحية ليلان التابع لمدينة كركوك. نعم. والذي فيه أكثر من 1500 عائلة نازحة، وكذلك هنالك بعض العوائل التي جاءت من مخيمات النزوح في مناطق الخازر وديبكة التي تقع بالقرب من مدينة أربيل. نعم. وهنالك كثافة للعائلات الكريمة النازحة في هذا المخيم، ونحن بتقديمنا لهم بالدعم المالي هو في سعي حثيث ومتواصل من المؤسسة للتخفيف من معاناة تلك العائلات في داخل المخيم نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها تلك العائلات في داخل المخيم، وهذا بسبب تجاهل الحكومات المسؤولة عن خدمة النازحين وقلة دعم المنظمات الإنسانية لتلبية احتياجات تلك العائلات، لا سيما في موسم الشتاء البارد، من توفير الوقود المخصص لهم للتدفئة والطبخ، وكذلك نعم. تقديم الحملات الإغاثية لهم. نعم، وصلت الفكرة السيد وسام توفيق، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من التأميم ومنسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية.